الشباب والرياضة، هو عن اجتماع الدكتور أشرف صبحي برؤساء الاتحادات الرياضية النوعية لاستعراض ما تم هنا اتجاهه أو إنجازه خلال الفترة اللي فاتت وخطة كمان المرحلة المقبلة، إلى جانب كمان مباحثات لتنظيم بطولة كبرى بتجمع كافة الاتحادات الرياضية والشبابية. خلينا برضو نوضح هنا للمشاهدين يا كريم أن الاتحادات النوعية دي زي مثلا الثقافة اللي هي الرياضية، اتحاد رياضة الجامعات، الملاحة الرياضية، اتحاد الشركات، هناك ما يقرب تقريبا من 10 اتحادات نوعية في مصر. اللقاء هنا تناول أيضا دراسة التحول الرقمي في مجال الرياضة داخل المؤسسات الشبابية والرياضية من خلال تصميم قواعد بيانات للاعبين والأعضاء، يعني أبليكيشن كده على الموبايل يقدر من خلاله يوصلك بكل اللي انت عايزه من الاتحاد أو كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها. خلينا نفهم أكتر ونعرف من خلال التليفون اللي معانا دكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع. يا دكتور عماد صباح الخير على حضرتك. صباح الخيرات يا هوندي، صباح الخير كريم. لازم اقول الاول مبروك التنفيذ الرائع لقناه الاهلي، وبقول لكم يا رب دايما تبقى مبشرين بالخير وصباح جميل على حضراتكم وعلى المشاهدين الكرام. بنشكر حضرتك دكتور عماد جدا، وتابعنا بقى كل يوم في 10 الصبح في الاهلي من اول برنامج بتاعنا لغايه لما القناه بتقفل لو سمحت. احنا شرف ليا ويبقى حاجه جميله جدا جدا، انا بتمنى دايما التوفيق للاهلي وقناه الاهلي يا رب. دكتور عماد خلينا بقى نبدا مع حضرتك كده، الخبر بيتكلم عن هيبقى فيه في المرحله المقبله مباحثات عشان يبقى فيه تنظيم لبطولات كبرى او بطوله كبرى، عايزين نعرف جزء عن الموضوع ده، والجزء الثاني عايز اسال حضرتك هنا برضو فيما يختص الخبر دراسه التحول الرقمي في مجال الرياضه، ده برضو اعتقد يعني ملف مهم لو حضرتك تدينا تفاصيل اكتر. اتفضل يا دكتور. طبعا انا بشكركم جدا ان انتم تلقوا الضوء على اتحاد جديد يجمع كل الاتحادات النوعيه، وزي ما قلت في التقديم ما هي اتحاد الجامعات واتحاد المدارس والرياضه للجميع والشركات والالعاب الالكترونيه، وده محور الحديث في موضوع التحول الرقمي في مجال الرياضه. اتحاد الالعاب الالكترونيه برئاسه الصحفي شريف عبد الباقي بيعمل موضوع، هيبقى في مؤتمر كبير للتحول الرقمي بيفسر استخدام التكنولوجيا مع وزاره الاتصالات وزاره الشباب والرياضه الاتحادات النوعيه كلها في تجمعها اللي لسه حديث، هو اسمه اتحاد الاتحادات النوعيه، وهو اللي بيشرف برئاسه معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف. فهذا التحول الرقمي هيبقى فيه ثلاث ورش عمل كلهم في مجاله، مجموعه للاداريين وما صراحهم الحكام واداره الاتحادات عموما، للاعبين لكيفيه التواصل مع اتحاداتهم بصوره مثاليه، ثم الاتحادات النوعيه الخاصه بنوعيات معينه من بشر كبار السن او الجامعيين او المدارس، وكل ده بيتم في منظومه واحده ينتهي بمؤتمر كبير يضم كل الجهات المتعاونه في هذا الموضوع، وزاره الاتصالات، التربيه والتعليم، التعليم العالي، وزاره الشباب والرياضه. وده اللي راينا ان احنا في تجمعنا اللي هنشبهه بمظله تجمع اتحادات شبه بعض. ما عندناش اي اختلافات، ما عندناش اي ضغوط، ما عندناش اي منافسات، فهنعمل هذا التحول الرقمي من خلال التكنولوجيا الحديثه واتحاد الالعاب الالكترونيه. ده كلام محترم جدا اللي بنسمعه من حضرتك دكتور عماد، وبنتمنى ان شاء الله كل التوفيق ليك، وباذن الله تكون ضيفنا قريب ونتكلم بشكل اكثر يعني تفصيلا. نشكرك دكتور عماد البناني، شكرا لحضرتك.